انت عارف حضرتك ان احنا دايما بنتكلم على ان الوعي ده دايما هو الركيزة الأساسية لأي تنمية، ده حقيقي، والركيزة الأساسية لمواجهة أي مخاطر. ده حقيقي. ومشكلة الوعي الحقيقية لازم نفهم كده ان الوعي صناعة ثقيلة، يعني مش الصناعات الثقيلة فقط هو تكوين أشياء ولا تكوين مؤسسات، لكن صناعة الوعي ده، لأنه هو في الحقيقة عشان الإنسان يبقى عنده معرفة جاهزة لكي يعيش بها ويصنع التنمية، دي مسألة مش بتاخد سهلة، وقت طويل، مش سهلة، ومحتاجة زي ما بيقولوا صنعة، يعني لازم يبقى وتظافر في صنعة جهود، طبعا. وتظافر جهود، طبعا. مش جهة واحدة هي المعنية ببناء الوعي. طبعا. لو ما كانتش كل الجهود معا تتكاتف لإحداث الوعي هيبقى في مشكلة. أنا دايما يعني بسميها المسؤولية الجمعية في بناء بالزبط الوعي. بالظبط، المؤسسة الدينية، المؤسسة التعليمية، صحيح. المؤسسة الإعلامية، كافة المؤسسات. صحيح. إذا ما كانش كل واحد في دور ومساحته بيساهم في إحداث الوعي هيبقى في مشكلة. يعني لو فضل الإمام المسجد وقسيس الكنيسة بيكلم الناس وبعد ما بيخرج من الكنيسة هو بيخش في منظومة تانية تعليمية فيها مشاكل نبذ الآخر أو فيها مشاكل مختلفة، بالتالي هيبص يلاقي نفسه هو مش مكتملة الصورة بالنسبة له. تخيل حضرتك مثلا في البرنامج احنا عندنا حاجة مهمة جدا، كنا قعدنا فترة ان احنا نخلي بعض المؤسسات هي مسؤولة الوعي، زي مثلا المؤسسة الثقافية مثلا، تمام، أو تعليمية أو حتى المؤسسات الدينية. احنا في برنامجنا اعتمدنا حاجة تانية خالص، ان الوعي ده مسؤولية مشتركة، فلازم يبقى عندنا خبراء في علم النفس، خبراء في علم الاجتماع، خبراء في التنمية زي حضرتك، ودوت شيء مهم جدا جدا في كل اللي احنا بنتعامل معاه. انا باكد حضرتك قلت جملة مهمة جدا، انه ممكن يبقى في مجهودات تنموية عظيمة بتتم، لكن مع المجهود التنموي اللي بيتم ده لو ما كانش فيه فعل ثقافي ومجهود لبناء الوعي هتبص تلاقي كتير من المجهودات دي هتهدر. صح. طالما الناس ما تمكنتش وما فهمتش وما وعدتش بان العيش المشترك هو اساس بناء الوطن، هتبص تلاقي ان بتزيد المشكلات المجتمعيه ويبقى في فجوه ما بين جهود تنمويه. عشان كده اهتمام سياده الرئيس في الفتره الاخيره بمشروع حياه كريمه، ومعاه مشروعات المواطنه، معاها مشروعات البنيه الاساسيه، كافه المشروعات دي مع بعض تبص تلاقي انها بتظافر جهود من اجل بيئه مناسبه للانسان يعيش فيها، الى بناء كرامه الانسان، الى بناء وعي، فبالتالي انت بتكمل المنظومه كلها على وانا بعض. اظن كمان ان المشروعات دي كلها على قد ما بتعمل حاجتين، على قد ما بتعمل فرص، على قد ما بتعمل تحديات. ده حقيقي، لان في الحقيقه في كتير من الاحيان المشروعات دي في بعض الاحيان ما في ناس كتيره مش مستعدين لها، ولذلك لما جت استراتيجيه الدوله المصريه 2030 وكان جزء منها مضاف مساله بناء الانسان، فحاجه مهمه جدا جدا. ليه؟ لان الانسان هو اللي هيدير كل المشروعات دي. ده حقيقي. والانسان عندنا معنى مهم جدا 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 من بناء المجتمعات. بالظبط. ووعيه هو ده اللي بيخلي الانسان في اكثر حالات الانتاج وافضل الحالات اللي ممكن يعيش فيها في حاله التنميه. هي طبعا في مقوله بتتقال وانا بعجب بيها وبكررها دايما، ان الشعوب حضارتها وتقدمها مش بيقدر بمبانيها وعظمتها قد ما بسلوك البشر، وبالتالي طبعاً. ان المنظومه دي بتكتمل مع بعض، لان زي ما حضرتك بتقول انه هو اللي هيدير كل هذا. انا ممكن اعمل انفراستراكشر، بنيه اساسيه وبنيه تحتيه عظيمه جدا، والناس اللي هيدلوها مش واعيين بده، فبالتالي هيحصل اهدار لهذا المجهود.